يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جئت للمملكة لطلب العلم من أوروبا منذ 9 أشهر ولم يبقى لدي الآن مال لكي أدفع أجارا وأعيش هنا. سؤاله: هل يجوز لي أن أرجع إلى بلدي للعمل وبعد ذلك أرجع للاستمرار في طلب العلم؟ نعم، ترجع تكتسب ما يكفيك ثم ترجع لطلب العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، وإن حصل لك عمل هنا تعمل هنا ولا تروح، إن حصل لك عمل هنا فإنك تعمل هنا، وإذا لم يحصل إلا هناك اذهب هناك وحصل ما يكفيك. نعم.